بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Guys, good morning. صباح الخير لكم. أول حاجة اشتري الفيديو hit the subscribe and press like. اليوم غادي نوريكم فين غادي نجري, يعني فين كيجريو الناس. هذه 7 الصباح, 7 الصباح غادي نمشي نجري واحد الساعة هاد المكانة شوية السبور. نتوما كيعرفين دابا لاصال سد, يعني ديما كنجري كل صباح, ماشي كل صباح, كل ناري نهار لا كنجري واحد نص ساعة المكانة ولا ساعة المكانة. وغادي نوريكم واحد البلاصة زوينة فين كيجريو الناس, فين كيديرو الفوتينغ لا مارش مع الطبيعة. كاينة هاد المارش هادي وكاينة هاد الطوالة هادي ليه, وفيه شوية يعني بلاصة فين كيجريو الناس بحال دابا هاد الماشين هادي او ماك. ومورايا كاينه واحد البحيره, ايوا يا سلام, تلاقاو من بعد. What's up guys, I'm back again. يلا وصلت من بعد ساعة ونص ديال الجراء. هاد البلاصة فين كيتريو الناس, فين كنتري مرة مرة. هاهي يعني واخا لاصال سد وكلشي, يعني كاين فين نترينيو, خصو يكون حيد العكز. واخا ما عندكش هادشي, يعني ما طوفوش على هادشي عندك في المدينة ديالك ولا فين ساكن, نوض تريني في الدار, دير بوشاب, دير أي حاجة. المهم غير ما تبقاش ناعس, طون بي ليزي وتربي الشحمة. ها البلاصة هادي ديال بحال الديبس, ها البرفيكس سوري, هادي بحال ديال الديبس, هادي ديال الكرش مع الطبيعة. يا سلام, as you can see nice and fresh. يلا دابا خصني نتريني. DJ Armand DJ fucking you up. Yeah.
سالينا سالي لانتريما كيفاش تكون لانتريما دابا هادي ساعتين ونص فاش سالي لانتريما الجرا ما بين الجرا وشوية هاد الكاشا شوية الديبس شوية دا لابارفيكس دابا غادي نمشي للشوب نمشي نجيب الفطور باش نشوف شنو غنطيب الفطور بصحتكم واتساب غادي نرجع لكم من بعد ما ساليت لانتريما ديالي مشيت للشوب تقديت داكشي اللي خاص اللي خاصني للدار وخديت داكشي اللي باش كنفطر يعني غادي نصيب لكم بانكيك ديال السبانخ يعني بانكيك بالسبانخ والشوفان يعني راه فيه بزاف ديال البروتينات فيه بزاف ديال الالياف الفيتامينات يعني داكشي اللي خاص الجسم يعني داكشي اللي غادي يستافد منه الجسم ديالك وغتشوفوا كيفاش كنصيب البانكيك كندير في البانكيك كندير جوج معالق كبار ديال الزرع الكتان مطحون يعني انتم عارفين الزرع الكتان فيها بزاف ديال الفوائد كندير فيه جوج بيضات كاس صغير ديال الحليب تقريبا 100 ملم كندير انا الحليب ديال اللوز كندير الموند بوتر زبده اللوز فيها بزاف ديال الالياف نو السالت هاي ان بروتين يعني مزيان وفيه الشوفان كندير فيه الشوفان الشوفان نتوما عارفين الشوفان فيه بزاف ديال الفوائد سوري فيه بزاف ديال الفوائد فيه بزاف ديال البروتينات فيه بزاف ديال الالياف وهالفوائد ديالو ومن بعد كندير السبانخ سبينوش نتوما عارفين السبانخ فيه بزاف ديال الفوائد كيعاون على بغيتي طيح الوزن كيعالج فقر الدم يعني بزاف ديال الفوائد وهالفوائد ديالو سميتو ب زيت ديال الكاكاو كوكونات اويل تا هو مزيان صحي فات هاي ان بروتين فيه بزاف ديال البروتينات ما فيهش الفات ما فيهش دهنيات زيرو دهنيات فيه بزاف ديال البروتينات وهاد البانكي ديالنا كيجيو يا سلام كيف كيجيو واعرين وفيه بزاف ديال البروتينات الالياف يعني صحي 100% فاش كنصوب الفطور ديالي تما غير بلاصتي فاش كنفطر الجرده الماتيريال ديال لانتريما ديما لانتريما دون جيف اب هذه الجردة ديالي فاش كنفطر يلا دابا ندوقو هاد البانكيك كيفاش دايرين لاماس يا سلام درت ليهم شوية د الفرماج شوية د اللوز اللوز و الكاجو الكركاع وشوية د العسل من الفوق العسل الحر يا سلام و هاد البانكيك كيفاش دايرين بسم الله عصير الليمون فيه فيتامينات
مذاق واعر يعني. كيف شفتي كيف سيبتهم؟ فيه غير بروتينات، سوري، فيه غير بروتينات، الالياف، في فيتامينات، يعني فيه بزاف ديال الفوائد اللي غادي ينفع الجسم ديالك. ولا عجبك الفيديو غادي تنزل لتحت، كاينه واحد البارتيا سميتها سبسكرايب وابوني اور مشاركه، ورق عليها مزيان باش يوصلكم الفيديوهات ديالي. ولايك الى عندكم شي تعليق، ديروا لي كومونتير لي كومنت، اي حاجه محبه يعني، اي تعليق غادي نقبلو منكم. Whatever it is, like سلبي او ايجابي، مرحبا بكم. و تهلاو في راسكم. لانتريما يعني ما تكونش غير النعاس والماكله حتى تخمر. لانتريما، keep going, push yourself, run, walk, just for half an hour, 1 hour, 2 hours, at least just move your body. Just if you go back to gym, you wouldn't have no problem with your body. يعني الا رجعتي للصال يعني الجسم ديالك يعني ما يكونش عنده مشكل، يعني يولف مع الانظمة. حيت الا جلستي في الدار الانظمة يعني الماكله والنعاس، الا ترجع للصال غيكون صعيب بزاف. See you later. الفيديو الجاي ان شاء الله. Peace and love، معكم ميس طارق.